أعشق كل ما هو مصري، لا سيما تلك اللهجة التي تختلط فيها الحروف بالمشاعر. لغة المصريين ليست كلمات والسلام، هي غالبا نتاج تشاور القلب مع العقل، يترجمها اللسان العامية المصرية. أحب أحيانا أن أستمع إلى نفسي وأنا أرددها، تبدو التجربة ممتعة، وحين تتحدث بها عن الأهلي تبدو أروع. الأهلي الزناتي خليفة، فلنرى كيف كانت التجربة وكيف حالي مع العامية. يبدو أن كل شيء سيكون جميلا طالما الأهلي هو بطل الأمسية. كل حاجة في مصر شبه الحواديت، مصر بلد ونس وليل وقمر، قاعدة على الترعة أو على السطوح كلها ضحك وبوح. من زمان ومصر تحب الحكايات، وفيها بيظهر أبطال يستاهلوا يكونوا في الروايات، وحتى لما ما يكونش فيه أبطال كانت مصر نفسها تخترع البطل والحدوتة والموال. وعلى مر السنين اختلط ده بده، الشاطر حسن علي الزيبق والظاهر بيبرس وأراؤوش وأدهم الشرقاوي، مع حسن ونعيمة والزناتي خليفة، ومع دول ودول فضلت مصر هي الحكاية وهي الأهل والبيت. كل حاجة فيها تبدأ بطريقة الحواديت. الدوري المصري هو كمان حكاية متطرزة بقماش الخيامية من أول ما بدأ موسم 48-49، اختار لنفسه فارس بطل لكن مش خرافي، الزناتي خليفة لكن بحق وحقيق. من يومها اختار الأهلي صديق ورفيق، أكتر من كده اختاروا طريق. صاحب فكرة الدوري كان الإعلامي محمود بدر الدين، وأول بطولة دوري شارك فيها 11 فريق، فاز بيها الأهلي وجمع وقتها 29 نقطة، ولعب الترسانة والإسماعيلي على المركز الثاني، وفاز الترسانة، وفي الموسم ده هبط الترام. المهم الأهلي وقتها برضه زي ما هو دلوقتي، كان صاحب أقوى هجوم وأقوى دفاع، سجل 48 جول منهم 15 للسيد الضضوي لوحده. كان واضح من البداية أن الدوري اختار الأهلي، ومن وقتها فضلت العلاقة بين الاثنين علاقة حب وعشق. الدوري بيحب الأهلي، عشان كده مش غريبة أن اللون الأحمر يكون لون الدوري 42 مرة. والأهم من كون رقم قياسي أن الأهلي فضل طول السنين دي عنوان للفرحة وعنوان للنصر، فضل طول حوالي 70 سنة هو فرحة مصر. آخر دوري جابوا المارد الأحمر كان في الموسم الأخير 19-20، حصل عليه بفرق كبير، وفي العشر سنين الأخيرة الأهلي فاز بالدوري 9 مرات، وحتى قبل ما يكون في دوري الأهلي هو اللي فاز بلقب دوري منطقة القاهرة 15 مرة، من سنة 1924 ولحد سنة 58، وكمان هو اللي حقق لقب الجمهورية المتحدة أيام الوحدة مع سوريا سنة 69. وفي كل ده وغير ده المسألة عمرها ما كانتش مسألة فوز وانتصارات، طول عمرها مسألة نادي قادر انه يحقق الأمنيات.
المدهش إن علاقة الأهلي بالدوري تقريباً مفيش مثيل ليها في العالم، وإن عدد مرات فوز المارد الأحمر بالبطولات المحلية وبالذات الدوري ما يتكررش بالإبهار ده والأرقام دي في أي مكان تاني. يعني ريال مدريد ملك أسبانيا ما عملش كده، ولا برشلونة ولا أكبر أندية الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أو ليفربول أو الأرسنال، ولا العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني. أقرب حد ليه يمكن يوفنتوس الإيطالي، لكن برضه مش زي الأهلي. الأهلي مليوش مثيل، فريق تقيل وأصيل مطرح مكان الفني نيل. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو جول، هو جول، الجول الأول للنادي الأهلي. أجمل حاجة في الأهلي إن اللي صنعوا التاريخ ده مع الدوري نجوم مع مر الزمن، بقوا علامات. رئيس النادي الحالي الكابتن محمود الخطيب فاز بالدوري 10 مرات، وفي مرتين كان هداف الدوري. طبعاً ده غير الألقاب اللي أخذها النادي في عهد بيبو مع الإدارة. معظم رموز الأهلي كده نجوم، مفيش حد عدى عليه بالصدفة، وسواء مع نجومه أو مع البشوات فضل الأهلي طول عمره عارف طريق البطولات. طبعاً ما فيش كلام، استطاع بخبرة كبيرة والهجمة عموماً اسألوا الدوري لو بينطق عاوز مين، أكيد حيقول عاوز اللي الفرحة معاه حتكون أكبر، اللي بيلون مصر كلها بالورد ويملأها مسك وعنبر، اللي زنته في الشوارع أزهى وأكتر، اللي دايماً على الكل عايق يتمخطر، اللي أعذر واللي أنذر، واللي هندم واللي عطر، واللي وقت الجد جد ومع الحبايب يهزر، اللي يكبر واللي يكسر، واللي حقق واللي فسر، اللي لونه لون القلب لون الدم أحمر.